سيد الاستغفار. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث شداد بن أوس: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وهذا اللفظ لفظه، لأنه ذكره مرتين، لكن هذا اللفظ هو أشمل، وقد أخرجه غيره. سيد الاستغفار أن تقول بلسانك، تحرك لسانك وشفتيك. بعض الناس إذا ذكر الله أو قرأ القرآن أو في الصلوات يذكر الأذكار ويقرأ القرآن بقلبه دون أن يحرك لسانه وشفتيه، هذا لا يفيد، هذا ليس بقول. يعني إنسان يقول بعضهم في الصلاة هكذا، تنبه معي إلى شفتي، ما بك يا فلان؟ قال أقرأ، يقرأ في قلبه. هذه ليست بقراءة، هذه ليست بقراءة، لابد في القراءة أن تحرك لسانك وشفتيك، ولا يلزم أن ترفع الصوت، ولا يلزم أيضاً على الصحيح أن تسمع نفسك،